السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد مشاهدين ديال قناة أفائل. معكم طريق كما جرت العادة باش نجيب نوصف لكم عروض عقارية واللي كتكون متميزة في بعض الأحيان، كما هو الحال في العقار اللي غادي نكتشفه اليوم، اللي هو بواجهتين بثمن ديال 32 مليون وفي دار صغيرة، في عمارة صغيرة كنقصد بها R بلس 2 اللي فيها فقط جوج ديال الطوابق وكتندرج في اطار السكن المتوسط وبفينيسيون ديال السكن الفاخر. دن اعزائي المشاهدين، غادي تبقاو معايا حتى الاخر باش نكتشفوا العرض ديال اليوم. كنتمنى يعجبكم وما تبخلوش علينا بالضغط على الزر ديال الاعجاب وكذلك في الاشتراك ديال القناه ومتابعه القناه بالضغط على الزر ديال الابوني. اذا غادي نبدا نوصف هذا العقار وغادي نبدا نشرحه لكم دقه دقه. اول حاجه في الطبق كاينين جوج ديال الشقق فقط، كاينه وحده على اليمين وحده على اليسار، جوج ديال الشقق كما قلت، هذه صغيره وكاينه وحده كبيره. هاد الصغيره اللي كنصور فيها لسوء الحظ لقيت غير وحده، ولحسن الحظ انها مازال في نفس الوقت. هذه الوحيده هذه اللي كاينه راه كتواجد في الطابق الاول برومي ايتاج، المدخل ديالها هو هذا، راه مازال في لافينيسيون الاخيره ديالها كما كتشاهدوا. لانتيرفون مازال ما راكبش، البواطه ديال الضوء مازال. هذه هي الدخله ديال هذا العقار، هي هذه بالضبط. غنستو الباب باش غادي تبان لينا هذا العقار هذا كيفاش جاي. فاش كنتجهوا ها هي دابا الفصاله كامله بانت قدامكم، الغرفه الاولى الغرفه الثانيه الحمام والصالون. ندخلوا للصالون نبداو به هو الاول في الشرح ديالو وكيفاش داير وشحال فيه المساحه. بالنسبه للصالون انتم كتشوفوا معايا الصالون اللي هو كبير بديكور اللي هو ممتاز. الكبريه ديالو شحال فيها؟ غادي نحسبوها بالخطوات، الخطوه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، سته الخطوات على واحد جوج ثلاثه ديال الخطوات وشي شويه. اذا الصالون اللي هو كبير كيضاهي الشقق ديال السكن كما قلت لكم السكن الفاخر. هذا هو الصالون ديالنا. عندنا مطبخ من نوع المطابخ الجاهزه بالبلاكارات ديالو الفوق، بلاكارات لتحت، لي تيروار، وكاين بالكون ديال هذا العقار هذا، البلاصه فين يحط الانسان شوفو ديالو ولا ماشين ولا في ديالو راه ممكن يحطهم برا. الاشياء اللي هي مهمه وثارت الاعجاب ديالي في هذا العقار هي انه كيتواجد على واجهتين شرقيه وغربيه، بما معناه الشميشه راه ممتازه وكاينه، وبالنسبه للثمن هو 32 مليون وقابل للتفاوض. المدينه كنهضروا على مدينه مكناس وبالضبط الحي على مقربه من حي كاميليا، حي اللي اصبح كيشهد واحد التطور كبير من ناحيه البنيه من ناحيه العمران ومن ناحيه حتى ديال المرافق والمنشات. نقدر نقول لكم مدرسه الجامع كذلك الاسواق وبزاف ديال الامور راها في طور الانجاز. اذا هذه ميزه اللي قليل فاش نلقى بحالها، ما كرهتش كل ديما نجيب لكم بحال هذه الميزه هذه، ولكن الله غالب جهدنا تنديروه. اذا هذاك الشيء علاش كنقول لكم اعزائي المشاهدين ما تنساوناش بالضغط على الزر ديال الاعجاب وكذلك الاشتراك، راه حوايج اللي تيحفزونا باش نبحث لكم على احسن العقارات. اذا غادي نتوجه دابا في الغرفه الاولى. كما كتشاهدوا معايا بالنسبه للارض فيها لافي باركي، وهذا لافي باركي راه شفناه حتى في الشقق ديال السكن الفاخر ولا السكن الممتاز. بلاكار كاين، بلاكار الاول هو هذا، الشراجم كيهبطوا بالريدو ديال الضو، والفو بلافون كله بالقبس بلا سبوت. كذلك وانتم اعزائي المشاهدين اذا كان عندكم شي عقار وبغيتوا تطرحوه في البيع فنحن راه الخدمه ديالكم، ممكن نجيو نصوروا العقار ديالكم نخدموا عليه من اجل البيع ديالو بطريقه سريعه وبطريقه جديه وبطريقه احترافيه. دابا غادي نتوجه للغرفه رقم 2، هي هذه حتى هي الوصول ديالها فيه لفي كما قلنا باركي،
فيها بلاكار وفيها سرجم كبير، وكما قلت لكم راه دو فاصاد جايه على شارع من الجهه ديال المطبخ والصالون، وجايه من هنا عاوتاني لزنقه واحده اخرى. اذا العرض اللي كما قلت لكم يستحيل انك تلقى بحالو بهاد لا فينيسيون وبهذا الديكور. اذا اللي بغى يستافد من هاد الشقه هادي، ولا اللي بغى يشوفها، ولا يشوفها لاحد من الاقرباء ولا الاصدقاء، فما عليه الى الاتصال او التواصل الرقم اسفل الفيديو. نعاودها، الثمن هو 32 مليون. صراحه شقه اللي ممتازه بزاف، لان كما قلت لكم دو فاصاد اوبوزي، وبجوج ديال الغرف، غرف اللي فيهم بلاكارات كما كتشاهدوا معايا دابا، وفينيسيون اللي كتضاهي السكن الفاخر. اذا كنتمنى يكون عجبكم العرض ديال اليوم اعزائي المشاهدين. كنقول لكم شكرا على المشاهده والمتابعه ديالكم لقناه افائل طارق. كيشكركم جزيل الشكر، والى اللقاء في عرض مقبل عما قريب.